مكملين معاكم مشوارنا الصباحي، واكيد يعطيك العافيه على الاخبار العالميه، يعني عن جد اخبار لطيفه وجميله. وبدنا نرحب كمان بضيفنا اللي صار موجود معنا بالاستديو، الرائد نبيل الرواشدي، رئيس قسم التوعيه من اداره مكافحه المخدرات، للحديث عن الاستراتيجيه الوطنيه للوقايه من افه المخدرات، وايضا اطلاق الخطه الاستراتيجيه الوطنيه للتوعيه من خطر المخدرات 2024. بدنا نرحب فيك، كل عام وانت بخير، واهلا وسهلا فيك معنا بيوم جديد. كل عام بخير يا ستي، اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا، كل عام وانت بالف خير. يعني جهودكم دائما مستمره وسنه عن سنه، والتوعيه مستمره والاستراتيجيات ايضا عم تختلف وعم تتنوع، حتى دائما تحاولوا تعالجوا المشاكل اللي بتطرأ بشكل متجدد والحالات اللي عم تشاهدوها. اليوم لما نحكي عن هذه الاستراتيجيه اهميتها واهدافها، رح نتابع الان تقرير وبنرجع نتحدث بشكل مفصل معا. المبادرة أو هذه الشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات حتى نكون جزء وشريك رئيسي في مكافحة هذه الآفة من المجتمع الأردني. سوف نقوم إن شاء الله تعالى مستمرين سيدي. يعني اليوم لما نشوف هذه الاستراتيجية أهداف وأيضا هناك آلية عمل عم يتم تنفيذها على أرض الواقع، نتحدث عن كما شاهدنا في التقرير عن استراتيجية مكافحة وتوعية ضد آفة المخدرات. يا سيدي مرة ثانية الله يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير، وشكرا لحضراتكم على يعني إتاحة المجال لنا ان نكون موجودين اليوم معاكم وبينكم ومع متابعي تلفزيوننا الحبيب التلفزيون الأردني، فكل الشكر والتحية لحضراتكم. صراحة أستاذ إبراهيم والأخت هبة، الاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات 2024-2026، بداية أجت هذه الاستراتيجية من رؤى ملكية سامية، كان جلالة سيدنا الله يطول بعمره شرفنا بزيارة كريمة إلى إدارة مكافحة المخدرات ب 22/5/2023. اشتملت هذه الزيارة على العديد من التوجيهات الملكية، وواحدة منها ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك فيها كافة الجهات المعنية سواء الجهات الرسمية أو الأهلية. الهدف منها إيصال الرسالة التوعوية المتعلقة في موضوع المخدرات وتثقيف أبناء المجتمع خصوصا الشباب بخطر آفة المخدرات، لأنه اليوم بجوز يعني من أوسع الأبواب اللي قاعد بيدخل لنا الانحراف وبيدخل لنا الجريمة هو الجهل اللي بكون إذا وجد في بيئة أو في مجتمع أو في عالم، دمر هذا العالم ودمر هذه البيئة عن بكرة أبيها. فكانت هذه الفكرة الرئيسية والهدف الرئيسي من أجل خلق جيل واعي، جيل رافض لفكرة المخدرات، مجتمع كامل يرفض فكرة المخدرات. هذه الفكرة الأساسية وهذا يعني خلنا نقول الانطلاق الرئيسي لهذه الاستراتيجية. وحقيقة من لحظة مغادرة جلالة سيدنا إدارة المخدرات قام عطفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبد الله المعايطة بإصدار توجيهات بتشكيل لجان متخصصة من أجل صياغة هذه الاستراتيجية، وفعلا تم تشكيل لجان، اللجنة العليا وانبثق عنها لجنة تنفيذية أخرى، مجموعة لجان، وبلشت تشتغل كل اللجان على وضع الخطة الاستراتيجية، وكان العمل يعني على قدم وساق ومتتالي لغاية ما تم صياغة هذه الاستراتيجية بكافة تفاصيلها، تم مناقشتها مع الشركاء، تم تحديد الشركاء المعنيين في هذه الاستراتيجية وفي التنفيذ، إلى أن أقرت بشكل نهائي من خلال رئاسة الوزراء، تم رفعها بالنهاية إلى رئاسة الوزراء وتم إقرارها من قبل رئاسة الوزراء، وتم يعني الاحتفال بإطلاق هذه الاستراتيجية تحت رعاية عطوفة مدير الأمن العام قبل ما يقارب الشهر تقريبا. كنا احتفلنا بإطلاق هذه الاستراتيجية، وهي الآن يعني خلنا نقول في 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 مرحلة الإطار التنفيذي لهذه الاستراتيجية. نعم. وهذا اللي بدنا نحكي فيه. نعم. من بعد وضع خطة استراتيجية، طبعا أنتم بإدارة مكافحة المخدرات كل سنة بيتم وضع استراتيجية مختلفة عن السنة اللي قبلها. نعم. أعطينا آلية تنفيذ هذه الخطة والشراكة بينكم وبين الجهات المعنية بهذا الموضوع. يا ستي بجوز أهم ما بيميز هذه الاستراتيجية للأمانة هو وجود الشركاء فيها. يعني كان التركيز فيها كبير جدا على ضرورة إشراك كافة
مؤسسات المجتمع ذات العلاقة بهذه الاستراتيجية، سواء من مؤسسات رسمية أو مؤسسات غير رسمية. كان عدد الشركاء اللي تم حصرهم يعني كجهات معنية في عملية الوقاية من خطر آفة المخدرات هم 33 جهة. بجوز المتابع أو اللي بسمع الحديث الآن بيقول معقول الأردن بس 33 جهة معنيين في مكافحة المخدرات أو في الشراكة في مكافحة المخدرات؟ إجابتي على هذه الجزئية أنا أقول هذول 33 هم الرئيسيين الهيدلاين، لكن أي واحد الآن أي مؤسسة أي شخص حتى بجوز يمكن في مكانه لو تتبع ذاته راح يلاقي حاله هو مرتبط بواحد من هذه 33 جهة من 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 الجهات الشركة. وبالتالي لاحظنا إنه هذا العدد من الشركاء أو هاي المجموعة من الشركاء هم غطوا شريحة الكاملة للمجتمع الأردني، وبالتالي يعني خلنا نقول كان الإشي مبشر بإنه إن شاء الله تعالى النتائج راح تكون مبشرة. هاي الاستراتيجية يعني بجوز البعض كان يستسأل ليش مثلا هذه الاستراتيجية، شو الهدف من هذه الاستراتيجية أو شبيهة من استراتيجيات أخرى. بصراحة دائما والعمدا العمل لما بيكون منظم ولما بيكون يعني خلنا نقول مؤطر بإطار معين بتيجي النتيجة اللي بتأملها كل إنسان من هذا التأطير ومن هذا العمل. فالعمل الممنهج هو عمل يعني ناجح، العمل الممنهج هو عمل الثمرة تبعته بتكون ثمرة جميلة كما يعني خلنا نقول بتوقعها صانع القرار أو صاحب الفكرة حتى. وبالتالي من مبررات هذه الاستراتيجية بجوز اليوم يعني خليني أسميها النظرة التشاؤمية، الناظر إلى حجم مشكلة المخدرات عالميا بشوف إنه اليوم مشكلة المخدرات غزت العالم بقوة. ما في دولة اليوم على وجه الكرة الأرضية بمأمن على ذاتها وعلى شعوبها من وباء المخدرات. هذا واحد من المبررات. والمبرر اللي بيسبق هذا الإشي هو توجيهات جلالة سيدنا اللي أمر بإيجاد هذه الاستراتيجية. أيضا لربما بجوز قلة الوعي وقلة الثقافة عند الشباب، خصوصا لما بنشوف الآن حجم الخطر والضرر اللي بيجي من تعاطي المادة المخدرة وانتشار المخدرات، وبذات الوقت لربما تزايد أعداد الأشخاص القاعدين بتورطوا في مشكلة المخدرات. هذا لربما هو دليل على قلة الثقافة، قلة الوعي، قلة الخبرة نوعا ما. وبالتالي هذا مبرر قوي بإيجاد هذه الاستراتيجية حتى نرفع مستوى الوعي عند الشباب وعند الأسر وعند أبناء المجتمع بشكل عام، حتى يكون أكثر وعي وأكثر استبصار بهذه الجريمة وبهذه المشكلة بشكل عام. يعني سيدي ما بدنا ننسى كمان طرق المروجين في يعني جذب الشباب بطريقه ما، بانه خذ لك هالحبه او حتى ببلشوها بحشيش بعدين بنتقل لمخدرات، وهي بالنهايه متتاليه يعني العمليه مستمره ومتتاليه، بتبلش بجرعه واحده بقول لك هذه جرعه ما بتادمن فيها، ولكن اليوم عم تنشروا هذا الوعي بانه لا ما في شيء اسمه انا باخذ جرعه واحده وما بصيرش عندي ادمان. انتوا شفتوا الحالات وتعاملتوا معها بشكل مباشر؟ نعم يا سيدي، يعني من باع المادة المخدرة شئنا أم أبينا هو أخذ صفة التجارة، فإذا هو يعتبر نفسه تاجر، وبما أنه أخذ صفة التجارة برضو لابد أنه يقوم بأساليب تسويق وتشويق لأجل كسب الزبائن. فتاجر المخدرات، وأنا أعتذر عن الألفاظ قبل ما أني أحكيها، هذا الإنسان الخبيث القاتل المجرم الخاين فعلا. وهذه صفات أقل ما يمكن أن تقال بحق هاي الفئة الضالة من الناس اللي خليني أقول عنهم عاثوا في الأرض الفساد. صحيح. هذول الأشخاص الخبثاء للأسف الشديد ما خلوا طريقة ولا خلوا أسلوب إلا حاولوا يضحكوا فيها على شبابنا ويورطوهم في مشكلة المخدرات، خاصة سيدي لما يفوت له من باب إنه هي ليجل ومسموحة بمناطق تانية ودول تانية. يا سلام عليك. ما هو شوفي الآن وكأنه هذا الإنسان الخبيث لما بيشوف الشاب وكأنه بيعمل له دراسة حالة هيك سريعة، بيشوفه من إيش هو بيعاني، من إيش، شو الاهتمام تبعه، شو الهموم، شو المشاكل اللي موجودة عنده. إذا ما لقى هموم وما لقى مشاكل وما لقى شيء ممكن يروح باتجاه مبررات ثانية. أخي ما هي مسموحة بالدولة الفلانية والدولة العلية، نحن بدنا نكون نعرف أكثر منهم أو نفهم أكثر منهم. للأسف مثل هذه الخزعبلات ومثل هذه الخرافات هاي أساليبهم في الدعاية. هو ما بيقدر يطلع على التلفزيون ويعمل دعاية، ولا بيقدر يعمل دعايات في الشوارع، ولا يعمل عليها سيل في المحال التجارية، لكن أسلوبه الوحيد في عمل الدعاية من خلال الغزو الثقافي، من خلال الغزو الفكري، من خلال التشوهات المعرفية اللي
ممكن يغرسها في أذهان الشباب من خلال أنه في فائدة ممكن تحصلها في المادة المخدرة، ممكن في فائدة ممكن تجلب لك فائدة أو تدفع عنك ضرر أو أنه تحصل لك أي شيء معين أو مثلا أنه مسموع. الآن إحنا لو بدنا نحكي في, 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 في حقيقة المادة المخدرة، لو بنحكي العلم والمنطق والدين وكل ما يحيط في المادة المخدرة، يعني إحنا بنقولها دائما والله لو لفينا الكرة الأرضية من أقصى شمالها لأقصى جنوبها ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب ما لقينا إنسان عالم يعطيني فائدة واحدة في أي نوع من أنواع المواد المخدرة حتى أكون دقيق. للهلاك. طبعاً، بس أنا حتى أكون منطقي أعني بكلام المواد المخدرة المتفق عليها عالمياً إنها مواد مخدرة بجزء أستثني منها جزئية المستحضرات الطبية لأنها لها ظروف خاصة. نعم. لكن لما بنيجي بنحكي حشيش وبنحكي هيروين وبنحكي كوكايين اليوم بنحكي كريستال وبنحكي جوكر، أي فائدة ممكن إحنا نتحصلها بمثل هذه المواد المخدرة؟ وإحنا قاعدين بنشوف كل يوم حجم الإجرام وحجم الجرائم وحجم المصائب اللي قاعد بتيجي من مثل تعاطي هذه المادة المخدرة. لما سيجارة الحشيش جعلت الشاب يعتدي على أقرب الناس إله على أمه بالضرب والإهانة والسب والشتم، ولما سيجارة الحشيش خلت الولد يطرد أبوه من البيت، ولما خلت حبة الحبوب الكبتاجون البسيطة للبعض فينا أو بعض الشباب للأسف قد يستسخف الأمر فيها وبقول لك هذه مش مخدرات، هذه منشطات بترهات وبخرافات التجار والمروجين. الحب ذاتها خلت الزوج يعتدي على زوجته يضربها ويهينها ويطردها من البيت في ساعات متأخرة في الليل. توصل بالضبط للقتل. وصلت سيدي للقتل بعض مواد مخدرة إذا وصلت إلى حد الهذيان إنها بتعمل الهلاوس عند الشخص المتعاطي إلها، هذا الإنسان بصير يعني مصدر خطر على ذاته وعلى الناس اللي حواليه. حجم الإجرام يا سيدي اللي بيجي بسبب تعاطي المادة المخدرة حجم كبير جدا، ما فينا إنسان بيقدر يتوقع إلى أي حد ممكن يصل هذا الإجرام، ممكن يجي من إيذاء لفظي ينتهي بجريمة قتل. صح. لربما وحتى من أبسط المواد المخدرة. أستاذ إبراهيم أنت أشرت إلى شغلي واسمحوا لي وأسف على الإطالة، يعني بالعكس يعني البعض قد يدعي أنه في بعض أنواع مواد مخدرة لا تسبب الإدمان أو بعض مواد مخدرة بقلل من شأن الضرر اللي موجود فيها. في يوم من الأيام أجانا أحد الأشخاص أو راجع مركز علاج الإدمان التابع للإدارة، أحد الأشخاص هو كان يتعاطى مادة الحشيش المخدر فأجى يتعالج. الطبيب المعالج بيسأل فيه سؤال هيك بديهي، بقول له أنت شو عرفك أنك أنت مدمن وبالتالي أجي تطلب الخدمة العلاجية؟ قال له والله يا حكيم أنا بصراحة إلي كذا سنة بتعاطى مادة الحشيش، وطول هاي الفترة الزمنية لغاية أسبوع وأنا مقتنع وبآمن إيمان كامل أنه الحشيش لا يسبب الإدمان، وكل من كان يقول لي الحشيش بسبب الإدمان أحاججه وأقول له مستحيل. وأنا بالنسبة لي إذا توفرت ما تعاطاها، ما توفرت ما بدي، موجودة أوكي مش أو موجودة ما عندي مشكلة، ما بتأثرش علي وعايش حياتي وبنها الحكيم. فالحكيم بيسأل فيه بيقول له طيب شو اختلف عليك؟ قال له لغاية قبل أسبوع قررت أني أنا أوقف تعاطي الحشيش بس ما قدرتش. شايفين يا جماعة كلمة ما قدرتش؟ خلاص هاي بحد ذاتها هي إدمان. نعم. عشان هيك لجأ إلى مركز العلاج. لو ما كان الحشيش بسبب الإدمان ليش المريض الآن هو موجود في مركز علاج الإدمان؟ لو كانت حبة الكبتاجون لا تسبب الإدمان ليش المرضى موجودين الآن في مراكز العلاج قاعدين بتعالجوا من حبوب الكبتاجون؟ لكن للأسف أنا برجع بأكد على هاي الجزئية، والله ما في فايدة مزعومة في المادة المخدرة وما في تقليل من شأن الضرر الموجود في المادة المخدرة، والله ما هو إلا أساليب دعائية، أساليب تسويق طبعاً. وتشويق خبيث من تاجر ومروج ومهرب المادة المخدرة بهدف أنه يضحك على أولادنا وعلى شبابنا، يغرر فيهم ويوقعهم في مصيبة المخدرات. ومعروف بالنهاية تاجر المخدرات لما بده يبيع المادة المخدرة أو يعلمها للشباب، يعني أنا بحكيها ببساطة، مش عشان سواد عيون الشباب، مش كثير بهمه الشاب على فكرة إنه يكون سعيد أو ما يكون سعيد، مش كثير بهمه إنه سين من الناس اللي تنحل همومه ومشاكله أو ما مصاري. تنحل بده مصاري وأصلاً يعني بتعرف لو الشاب أو الفتاة عندهم الوعي الكافي لما بتعاملوا مع هذا الشخص هو نفسه مش متعاطي. صحيح. هو نفسه مش ممكن يقرب على هاي المواد. صدقت. لأنه بيعرف قديش هاي المواد بتسبب الهلاك، بتسبب الإدمان، بتسبب المرض، بتسبب الفشل، فهو مستفيد منك ماديا فقط. يعني أحد الأشخاص أنا بذكر قضيته قبل يمكن سنة أو أقل من سنة، المسك عنا في الإدارة في قضية تجارة وكانت القضية شوية نوعا ما كبيرة كمواد مخدرة مضبوطة، هو من الأشخاص المعروفين والمتابعين عنا. فكان وقت يعني لما ضبطوه الشباب وجابوه على القسم المختص كان بمعنى عام يترجى يا جماعة أنا حتى تعاطي ما تعاطاش فحصوني مشان الله، يعني أنا دمي ما في مخدرات. فكانت الإجابة الذكية من رئيس القسم والضباط الموجودين والشباب إنه إحنا ما راح نأخذ منك عينة، أول شيء أنت قضيتك قضية تجارة
والشغلة الثانية إحنا بنعرف إنه أنت بالتاجر بس ما بتتعاصى. هو كان مصر على إنه يأخذوا منه العينة يفحصوه لأنه هو راح متأكد إنه راح تطلع عينته نظيفة، يعتقد إنه هو دليل براءته. لكن هذا دليل على إنه بعض تجار مخدرات فعلاً ببيع المادة المخدرة وبتاجر فيها، لكن محرمها على ذاته ومحرمها على أولاده. أحد التجار كان يقول والله لو أعرف إنه واحد من أولادي بده يتعاطى المادة المخدرة لأجيب البنزين وأصبه على رأسه وأولع فيه وهو طيب، مجرد تفكير. هذا إن دل كما ذكرت يعني من صفاته الخبث اللي موجود بإنه أنا بدي أستفيد ماديا وأهلك الشاب اللي قدامي بغض النظر شو عم بيصير فيه. يعني بشكل أو بعام نشكركم دائما على الحملات التوعوية، على الاستراتيجيات اللي بتطلقوها دائما في المدارس، في الجامعات، في كل فئة مكان. الشباب متواجدين حتى اتوعوا بهذا الخصوص، ويمكن من كثر ما عم بتشوفوا حالات على أرض الواقع وقديه عم تتعاملوا معاهم بتشوفوا الندم اللي بعيونهم بعد ما يمر عليهم زمن ويدخلوا مرحلة الإدمان. وأهليهم يعني بالنهاية بنحكي الأهل، الأهل قديه بنحرق قلبهم لما يشوفوا ابنهم قدامهم مدمن. بنفس الوقت كيف ممكن احنا كمواطنين نتعامل مع اي نشاط مشبوه ممكن نشك في حوالينا؟ يا سيدي يعني احنا حقيقة يعني شريكنا الاستراتيجي والأساسي هو المواطن في كل مكان موجود فيه. إدارة مكافحة المخدرات، جهاز أو مديرية الأمن العام، كل الأجهزة الأمنية لوحدها بدون شراكة حقيقية في مثل هذه الجرائم وفي مثل هذه المواقف، حقيقة يعني شو ما كان الإنجاز وشو ما كانت النتيجة راح تظل منقوصة نوعا ما. لكن احنا دائما وأبدا منعول على الإنسان وعلى يعني خلنا نقول الفرد في المجتمع الواعي المنتمي لذاته، منتمي لأسرته، المنتمي لدينه، منتمي لوطنه. يعني أنا بقول المخدرات هي كالنار في الهشيم، إذا بلشت في جزء راح تقضي على المكان كامل. وبالتالي كل واحد فينا يا جماعه والله العظيم انه مسؤول عن هذه الجزئيه، خاصه الامهات اللي ممكن تخبي انه خايفه على ابنها ما بدها اياه ينحبس ما هو المشكلة او ما بدها اياه يتضرر. خلينا نوضح هاي الجزئيه لانه الوقت دهمنا للاسف. الاهالي اللي مش عارفين كيف يتصرفوا، الشاب نفسه او الفتاه اللي تورطت بتعاطي المخدرات، خلينا نفسر لهم كيف بيقدروا يتواصلوا معاكم، يجوا لعندكم لحتى يتعالجوا وما يكون عندهم اي مساءله قانونية، العكس بتعالجوهم وديروا بالكم عليهم. خلينا نحكي أكثر. يا ستي شوفي، للأمانة بالقانون الأردني المشرع أفرد بند قانوني بيعفي المتعاطي من العقوبة القانونية إذا تقدم لطلب العلاج. فأنا بقول للأم وللأب اللي عنده مشكلة تعاطي مخدرات مع أحد أولاده لا تتردد، اليوم اللي بتكسبه أنت بتكسب فيه ابنك طبعا. واليوم اللي بتأخره أنت خسرت فيه ابنك. خذ ابنك وروح راجع مركز العلاج، مركز العلاج بيقدم لك خدمة علاجية رائدة، ما في عقوبة، ما في سجن، ما في تحقيق، العلاج كامل. مجاني والعلاج سري وكله بإطار قانوني، مش شغلة عادية. وبالتالي كل هذه ميزات أوجدها المشرع الأردني تشجيع للشباب حتى أنهم يتركوا إدمان المخدرات. فلازم يا شباب اللي عنده مشكلة إدمان مخدرات يبادر ويكسب اليوم دقيقة والساعة، خوفا من أنه لا سمح الله يفقد حياته لربما بسبب جرعة من المادة المخدرة. نعم. يعني الرائد نبيل رواشدي رئيس قسم التوعية من إدارة مكافحة المخدرات، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم على كل الجهود اللي عم تبذلوها، ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكرا.